السلام عليكم ورحمة الله، أنا تباريك شكماك من ليبيا. نبي نحكي عن التجربة اللي حظيت بها واللي أنا ممتنة إني حظيت بها، لأني استفدت كل الاستفادة منها، واللي هي تجربتي مع التيتشر ناصر، واللي أنا نعتبره هو من أفضل المدرسين في اللغة الإنجليزية، لأنه هو كان أحد الداعمين لي للتكلم بها بطلاقة. واللي يعجبني في طريقة تدريسه أنه هو عنده استراتيجية خاصة يعرف بها نقاط الضعف عند الطالب ويركز عليهم ويقوين له، وفي نفس الوقت أنه هو عنده طريقة تدريس جدا جميلة، أنه هو من طول ما أنت منتبه معه في الدرس ما تحسش بالوقت ولا تحس بالملل نهائي وتقعد منسجم. من هذا المنبر أنا نبي نحب نشكره ونقول له شكرا جزيلا بجديات.